بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وفقنا الله وسائر المشتغلين للعلم والعمل الصالح، ورضي الله عن مشائخنا الماضين وقدس أسرارهم وطيب ثراهم. الحمد لله رب العالمين. أعزائي المشاهدين، حلقة جديدة من برنامج قوارير مكسورة، وفي هذه الحلقة سوف نستكمل ما بدأناه في حلقة سابقة حول ما وضعه أو ما وضعته بعض الفرق أمثال المشبهة والمجسمة من أحاديث على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه، في محاولة لتضليل الفكر الإسلامي وانحرافه عن خطه الصحيح، حتى وصل الأمر بهم إلى وضع أحاديث من شأنها أن تثبت الشرك وتجعل لله شريكا في ملكه، وهي في نفس الوقت عندما توضع على لسان النبي فإنما تدل على تهافت هذا النبي والعياذ بالله. ومن هذه الروايات التي ورد قسم منها في كتاب سنن أبي داود، وهو من الكتب الستة المعتبرة لدى العامة. أخرج أبو داود عن جبير بن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه عن جده قال: أتى رسول الله صلى الله عليه وآله إعرابي فقال: يا رسول الله، جهدت الأنفس وضاعت العيال ونهكت الأموال وهلكت الأنعام، فاستسق الله لنا فإننا نستشفع بك على الله ونستشفع بالله عليك. لحد الآن ليس في الرواية شيء. فأجابه رسول الله صلى الله عليه وآله: ويحك، أتدري ما تقول؟ ثم تقول الرواية: وسبح رسول الله صلى الله عليه وآله، فما زال يسبح حتى ظهر ذلك في وجوه أصحابه. ثم قال: ويحك، إنه لا يستشفع بالله على أحد من خلقه، شأن الله أعظم من ذلك، ويحك، أتدري ما الله؟ وهنا تبدأ المأساة. النبي يسائل هذا الإعرابي، يقول له: ويحك، أتدري ما الله؟ طيب، فيجيب على هذا التساؤل، يقول الرسول الكريم يخاطب هذا الإعرابي: إن عرشه على سماواته لهكذا، يشير بيديه راسما كمثل قبة، وهذه القبة لا شك عزيزي المشاهد لها مكان ولها حجم ولها ثقل. النبي صلوات الله وسلامه عليه يمثل لهذا السائل بأصابعه، يرسم له قبة، وبعد ذلك ماذا يقول له؟ يقول له: وإنه ليئط به، وإنه ليئط به أطيط الرحل بالراكب. كأن هذا الراكب عندما يركب على دابته ويتحرك يصدر صوتاً، هذا الصوت يسمى الأطيط. فالله تبارك وتعالى عندما يجلس على عرشه ينوء هذا العرش
بثقل الله تبارك وتعالى فيئط، يصدر أصواتا، هذه الأصوات لا تصدر إلا من ثقل عظيم عليها، بالضبط كأننا نجلس على كرسي، هذا الكرسي الذي أنا جالس عليه وأتحدث، لو حركته الآن أو ضغطته بجسمي فإنه سوف يصدر صوت، صوت الأخشاب وهي ترتطم ببعضها وهي تضغط على بعضها، هذا الصوت يسمى أطير. فكأن الله تبارك وتعالى عندما يركب فكأن الله تبارك وتعالى عندما يركب على دابة أو يجلس على هذا العرش، العرش ينوء بثقل الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله من الثقل الذي يمثل الخالق الجبار، فيصدر أصواتا تسمى هذه الأصوات أطيط. قد نعتذر عن الإجابة على هذا الإشكال الوارد في هذا الحديث، لأن هنالك العلامة الطيبي وهو من أعلام السنة قال شارحا للحديث في كتابه عون المعبود في شرح سنن أبي داود، يقول الطيبي شارحا للحديث: أي إن العرش ليعجز عن حمله وعظمته إذا كان معلوما إن أطيط الرحل بالراكب إنما يكون لقوة ما فوقه وعجزه عن احتماله، أي أن العرش يعجز عن أن يتحمل الثقل الذي يتميز به الباري تبارك وتعالى. لا نريد أن نقف طويلا عند هذه الرواية، فهي واضحة الأهداف للمشاهد الكريم، ولكنها في الواقع نص في تجسيم الله تبارك وتعالى. أولا، هذه الرواية أثبتت لله مكانا، حجمته في إطار العرش، أنه عندما يجلس على العرش فإنما جلس على مكان أو في مكان احتواه، فهو إذن أصبح ذا حجم، وكل ذا حجم فهو جسم. القضية الأخرى، هذه الرواية أو هذا الحديث أثبت إن الله مماس للعرش، مماسة الراكب بالرحل، أصبح كبني آدم يجلس على كرسي يكون على مماس مع الكرسي، ويجلس على راحلة يركب على راحلة يماس هذه الراحلة، ويتكئ إلى متكئ فيماس هذا المتكئ، وهكذا. فإذن أثبتت هذه الرواية إن الله تبارك وتعالى مماس للعرش، مماسة الراكب بالرحل. القضية الثالثة، أن هذه الرواية أثبتت لله ثقل، كلنا كل واحد منا له وزن، له ثقل، يركب على آلة معينة، آلة الوزن، فيتضح أن وزنه 80 كيلوغرام، ويتضح أن وزنه 100، ويتضح أن وزنه أكثر. الله تبارك وتعالى أو هذه الرواية وضعت الله تبارك وتعالى ضمن ميزان، بدليل أن هذا الميزان أثبت أن لله ثقل، وأن هذا الثقل لا يتناسب وحجم العرش، الأمر الذي أدى إلى أن العرش أصبح يئن من ثقل الله تبارك وتعالى، فيقول أو فيئط، أي يصدر أصواتا تشكو من ثقل الله تبارك وتعالى، والعياذ بالله. بالضبط كما يئن
الرحل من ثقل الراكب، فالعرش يئنه من ثقل الله تبارك وتعالى. وهذه قضية حتى أنها لا لبس فيها، وإنما هي طرحت في هذه الرواية بشكل مباشر، لا يستدعي كثيرا من المؤنة لكي ندرك بأنها وضعت لقضية عقائدية حاول جماعة انتشارها، ومن وسائلهم لهذا الانتشار أنهم لم يضعوها على لسان معاوية ولم يضعوها على لسان أحد، وإنما وضعت على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله. ممكن أن توضع على لسان أحد من المفكرين أو أحد من العلماء أو أحد من الصحابة، ولكنهم لم يضعوها على لسان أحد، وإنما وضعوها على لسان النبي نكاية به ومحاولة لتشويه سنته وسيرته، حتى يظهر لنا في تراثنا بأن الرسول صلى الله عليه وآله هو من ادعى بأن لله حركة، وأن لله حجم، وأن لله جسم، وأن لله ثقل، وكل هذه الأشياء أحدها يثبت الآخر. فما كان له حركة فهو جسم، وكان له حركة فهو هنالك من يحركه، وما كان له ثقل فهو محدود، وما كان محدود فهو حجم، وهكذا كلها تؤدي إلى بعضها. هذه الرواية في الحقيقة من شأنها أن تضع الله تبارك وتعالى بين في كفة ميزان مع واحد من خلقه. ولك أن تتخيل عزيزي المشاهد خطورة انتشار مثل هذه الأفكار المسمومة التي لو انتشرت ثقافتها بين الناس لأصبحنا في الواقع في كفران عظيم. أن نتخيل الباري جل وعلا على صورة إنسان، وأنه قد يركب، وأن الرحل ليئن به، أو أن العرش ليئن به، وأمثال هذه الروايات كثيرة. لعلنا نأخذ فاصلا قصيرا ونستأنف. أعزائي المشاهدين، عودة حميدة، ونتواصل مع ما كنا فيه من استعراض لبعض الروايات التي وضعت على لسان النبي والتي تثبت لله تبارك وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، تثبت له الحركة والتنقل والجسم. ونقرأ رواية أخرى نجدها في مسند أحمد بن حنبل في الجزء الرابع صفحة 407. أخرج أحمد عن أبي موسى الأشعري، وهو صحابي معروف. أبو موسى الأشعري هو صاحب قضية التحكيم عندما وقف إلى جانب معاوية. قال أبو موسى الأشعري: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يجمع الله عز وجل الأمم في صعيد يوم القيامة، فإذا بدا الله عز وجل أن يصدع بين خلقه مثل لكل قوم ما كانوا يعبدون، فيتبعونهم حتى يقحموهم النار، ثم يأتينا، من هنا الكلام، ثم يأتينا ربنا عز وجل. لاحظ، الله يأتي كما أنت تأتي وأنا أذهب، والآخ يأتي الله، ثم يأتي ربنا عز وجل
ونحن على مكان رفيع، نحن في مرتفع من الأرض، ويأتي الرب فيسائلنا فيقول من أنتم؟ الرب يسأل الناس يقول من أنتم؟ فنقول نحن المسلمون. طيب، فيقول ما تنتظرون؟ لما أنتم واقفون هنا؟ ما تنتظرون؟ فيقولون هؤلاء الناس الذين وقفوا على مرتفع والذين أجابوه بأننا المسلمون، يقولون ننتظر ربنا عز وجل، احنا ننتظرين الرب. قال الراوي فيقول وهل تعرفونه إن رأيتموه، يعني الله تبارك وتعالى يخاطب الناس يقول لهم إذا رأيتم ربكم هل تعرفونه؟ فيقولون نعم. طيب، فيحاججهم الله تبارك وتعالى، لاحظ صياغة الحوار بصورة فنية، وكأن الذي يدير هذا الحوار من كافة أطرافه هم الناس من الإنس خلق، أين الله تبارك وتعالى من ذلك؟ الله يتحدث إليهم مباشرة، يقول، يحتج عليهم الله تبارك وتعالى في هذه الرواية، يقول كيف تعرفونه ولم تروه؟ فيجيبون، ولاحظ سفافة الإجابة، يقولون نعم إنه لا عدل له. الله أكبر، الله لا عدل له. فحسب ما تروي هذه الرواية إن الله تبارك وتعالى يستأنس بهذا الكلام، تقول الرواية وهذا نصها، فيتجلى لنا ضاحكا، الله يتجلى لهؤلاء الناس ضاحكا فيقول ابشروا أيها المسلمون. والرواية طويلة، ولكننا نقف هنا عند هذا الحد لمناقشتها، وسوف لن نناقشها بآيات الكتاب الحكيم، لن نناقشها بأدلة سوى دليل العقل. العقل هو الذي يحكم بيننا وبين هذه الرواية، العقل لا العقل الحصيف، وإنما العقل البسيط الذي يستطيع أن يحكم بحسن وقبح الأفعال البسيطة، السلوكيات البسيطة. هذه الرواية عندما تقول ثم يأتينا ربنا، فإنها تثبت ماذا؟ تثبت الحركة لله تعالى، بمجرد القول بأنه أتى، أي أنه تحرك وأتى. وذكرنا في حلقة سابقة بأن الذي يتحرك لا بد له من ماذا؟ لا بد له من محرك. فإذا الله تعالى عندما يأتي لا بد أن هنالك من يدفعه لكي يصل إلينا. طيب، ونحن على مكان رفيع، هذا دليل آخر على ثبوت الحركة لله تبارك وتعالى. الكلام، الحوار بين الله تبارك وتعالى وبين هؤلاء الناس ماذا يثبت؟ يثبت أن الله تكلم معهم تكلما حسيا، من أنتم؟ ماذا تنتظرون؟ هل تعرفونه؟ كيف تعرفونه ولم تروه؟ الإشكالات التي طرحها الله تبارك وتعالى أمام هؤلاء الناس الواقفين على مرتفع، هو يكلمهم، يستفسر منهم بشكل مباشر، والكلام لا يصدر إلا عن جسم. القضية الأخرى، تقول الرواية فيتجلى لنا ضاحكا، لاحظ عزيزي المشاهد مستلزمات الضحك ما هي؟ أولا الضحك واشتراك تشترك فيه الإنسانية جمعاء، وهي صفة للإنساني، لا الحيوان يضحك ولا الدواب تضحك ولا غير واحد يضحك، الإنسان فقط هو الذي يضحك. طيب، هذه الرواية تنسب الضحك إلى الله تبارك وتعالى، هذه قضية. القضية الثانية، إن الذي
يضحك لابد أن تكون له شفتين ولسانا وأسنان، لأن الضحك لا يكون بدون هذه الأعضاء، لابد أن يكون له وجه، ولابد أن يكون له فم، ولابد أن تكون له أسنان، مستلزمات الضحك المادية هذه، وإلا كيف نسميه ضحكا؟ فإذا أثبتت هذه الرواية بأن لله تبارك وتعالى أسنان ووجه وفم يضحك، أصبح الله تبارك وتعالى هو مجرد إنسان ليس أكثر من ذلك، وهو ما تحاول هذه الرواية أن تصل بنا إلى هذه المرحلة التي نتصور أن الله تبارك وتعالى مثله مثلنا، نبكي ونضحك، ما يصلح للبكاء ما يصلح للضحك فهو يصلح للبكاء أيضا. ولعل هنالك ما لم نطلع عليه، أن الله تبارك وتعالى قد تأثر ببعض المأساة عند الآخرين فبكى عليهم. هذا ما تحاول أن تقول أو أن توصلنا إليه هذه الرواية، والمشكلة الأدهى من ذلك إنها وضعت على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ورواية أخرى عن عمرو بن العاص أخرجها مسلم في صحيحه عن أبي عبد الرحمن الحبلي أنه سمع عمرو بن العاص يقول أنه سمع رسول الله يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد. قلوب بني آدم كلها بين أصبعين، لاحظ أصبعين، وأنا أؤشر بإصبعية، والرواية لا تشير إلى إصبعية وإنما تشير إلى إصبعين من أصابع الرحمن. لاحظ مبلغ الإيهام التي تحاول أمثال هذه الروايات أن توصلنا إليه بشكل مباشر. هو يفوت عليك قضية معينة وأنت تفكر في واد آخر. إنه سمع رسول الله يقول إن قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن كقلب واحد يصرفه حيث يشاء، ثم يدعو النبي بعد ذلك بحسب ما جاء في الرواية: اللهم مصرف القلوب، صرف قلوبنا على طاعتك. بالتأكيد هذه الرواية أيضا تروج لفكر يحاول أن يجعل من الله تبارك وتعالى مساويا للإنسان في خلقته، حيث أثبتت أن لله تبارك وتعالى أصابع، والأصابع لا تكون إلا في يد، واليد لا تكون إلا عبارة عن طرف من أطراف الجسم. فالله تبارك وتعالى إذن يمتلك جسم آدمي، لا يفرقه عنه شيء، بدليل أن لديه أصابع، وإن هذه الأصابع تمثل أطراف الجسم. لا يمكن أن يتحرك الإنسان بسهولة ويسر إذا كان لا يمتلك أصابع. ولذلك منع الإمامية من قطع اليد في حال السرقة، كون هذا المكان الذي يقطع إنما هو مساجد لله تبارك وتعالى. فإذن الأصابع مهمة جدا. هذه الرواية أثبتت بأن لله تبارك وتعالى أصابع، وإن هذه الأصابع من الكبر بمكان، بحيث أنها جمعت مجموعة قلوب آدمية بينها بين أصبعين منها. لاحظ عزيزي المشاهد، قضية أن ندعي بأن هنالك أصبعين، لماذا لم تذكر الرواية خمسة أصابع وأن الله يمسك بقلوب بني آدم في إطار هذه الخمسة أصابع وهي أقوم للحمل والتحمل؟ لماذا ذكرت الرواية إصبعين فقط من أصابع الرحمن؟ في محاولة منها
من هذه الرواية لتأكيد واقع، لأنه إذا قلنا خمسة أصابع أصبحت القضية كأنها غير مفتعلة، كل آدمي عنده خمسة أصابع، لكن لما أجيب أو عندما آتي بقلوب بني آدم كلها وأضعها بين أصبعين من أصابع الرحمن تخرج قضية تثير الالتفات، تثير الغرابة. فعندما تستغرب هذه القضية ولا تردها ولا تدرك ماذا تريد أن تصل إليه، سوف تثبت في ذهنك كونها تثبت أن لله تبارك وتعالى أعضاء، وبالتالي أن لديه جسم، وبالتالي فهو يتحرك كما تتحرك الناس، وبالتالي إذا ما اعترفنا بهذه الأشياء فإننا سوف ننفي عن الله تبارك وتعالى الربوبية والعياذ بالله. لاحظ عزيزي المشاهد كيف أن هذه الروايات، أن الله ينزل في كل ليلة إلى السماء الدنيا، النار لا تمتلئ حتى يضع الله قدمه فيها، قلوب بني آدم كلها بين أصبعين من أصابع الرحمن، وغيرها من هذه الروايات التي حاولوا أن يضمنوها التراث الحديثي الإسلامي بهدف تشويه الإسلام كفكر، ومن ثم وضعها على لسان النبي صلوات الله وسلامه عليه في محاولة جادة للإساءة إلى شخصية هذا النبي، وإلا لو شاءوا عدم الإساءة إلى النبي لوضعوها على لسان أحد من الصحابة، ولكننا نجد كتب الحديث ليس فيها ما يشين هؤلاء، وإنما نجدها عامرة بالإساءة إلى شخص النبي الكريم تبارك وتعالى. أشكركم أعزائي المشاهدين لحسن الاجتماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا زهرة يا زهرة إن هداك البرايا بنوك، يا زهرة يا زهرة يا من رضا ربنا من رضاها، يا زهرة يا زهرة يا زوجة المرتضى في علاها، يا زهرة يا زهرة سيدتي إنك خير النساء، يا زهرة يا زهرة.